مرحبا حبايبي، شلونكم؟ يا ربي دائما بخير. أنا واقفة ومكان يبيع أشياء مع القطط، فقلت خلا أخذ لكم جولة سريعة بالأكل، هل هو ضار ولا لا؟ أول شي إحنا لازم دائما هذا الأكل نستخدمه بس مرتين بالأسبوع، أكثر لا. وأنا دائما أستخدم هذا النوع، إذا حابين تعرفون شو أستخدم، هذا اسمه فليكس. وأحيانا تدرون شو أسوي؟ احطه ويا الاكل البيت، وانا مسويه فيديو على هذا الموضوع، راح اعطي لكم الرابط مالته بصندوق الوصف. اكو نوع ثاني هم استخدمه، هو اسمه بريسكس. وبريسكس الشيء الحلو بيه انه منوع اكثر، بيه نكهات هوايه، وبنفس الوقت اكو من عنده للقطط الجونيور، يعني اللي هي الكتن الصغيره، اللي هي تقريبا يعني نقدر نوكلهم من عمر شهر ونص. بس اني افضل الاكل الرطب مال فريسكس، بس يعني الاكل الدراي فود اني ما استخدمه مال فريسكس بصراحه. الدراي فود احسه سيء كلش، وبي الوان صناعيه واملاح، فابتعدوا عنه تستخدمه. مثل ما قلت لكم، الاكل الرطب دائما استخدمه بس مرتين بالاسبوع، لا تعودون القطط عليه اكثر. اكو متابعة عندي كتبت لي بالتعليقات، قالت لي اريد اسوي لها فيديو شنو الاشياء اللي تحتاجها القطط بالشتاء. القطط ما تحتاج اي شيء، بس اشياء بسيطة، يعني مثلا ندفيهم من ينامون، لا نعوفهم على القاع الباردة، اذا ناموا دائما نغطيهم بطانية صغيرة. بالنسبة للاكل، دائما الاكل يعني يكون دافي، يعني ندفيه، لا تعطوهم اكل بارد، ترى الاكل البارد يسوي لهم فلعونزة. ويعني مثلا إذا أعطيتوهم جبنة مثلا، طلعوها قبلها بربع ساعة على مود تدفئ. الحموم يعني الغسل، لا تغسلوهم أبد بالشتاء، ترى يتمرضون، يعني أنا يعني حذرت. وإذا عندكم أي موضوعات للفيديوهات، كتبوا ليها بالتعليقات، عم بسوي لكم ياها فيديو. وبس هذا كل الفيديو مال اليوم، أتمنى استفاديتوا. لا تنسون تشتركوا بالقناة ودوسوا لي لايك للفيديو، وأني أحبكم كل شهواية. يلا حبايبي، باي باي.